اهو. الفيلم ده هيكون الجزء التاني من فيلم جارفند، بس احنا مش هنبدأ بجارفند اللي نعرفه، احنا هنبدأ بقط تاني بيشبهه بكل تفاصيله. الفرق الوحيد بينهم ان ده يبقى امير عنده خدم واكله في ميعاد، كمان بيتوزن بالجرامات، انما التاني احنا عارفينه ده مش قط، هو عبارة عن عجل عشوائي. المهم ان الامير نزل قدامه على سريره طبق فيه اكله المفضل، ولما كله راح للخدم علشان يعملوا له مساج. نروح بقى لجارفند ابن البلد اللي مفكر نفسه عايش مرتاح ومبسوط، اللي هو قاعد لقى جون قاعد قدامه وقال له انت حياتي بقت لها معنى من ساعة معرفتك، توافقي تتجوزيني؟ فاتخض كده واتصدم، يعني هو بصراحة هو صعب عليا، كان عنده حق بصراحة، لكنه في الاخر اكتشف ان جون بيعمل بروفا علشان يطلب الزواج من ليس، وده حسسه بالغيرة فوقع صورة ليس من على المكتب. وليس لما راحت لجون كانت مبسوطة جدا وقالت له الشركة اختارتني انا علشان القي خطاب حفلة جمعت تبرعات لجميع الحيوانات الملكية للسنة دي، هقول الخطاب ده في القصر وهروح للندن بكرة. وهي لما فاقت لقت الكلام والجو كله ورد وشموع، وجون بدأ يبحث على الدبلة علشان يطلب ايدها لكن ما لقاهاش في جيبه، فاتصدم وحاول يدور عليها، لكن جارفند الحرامي طلع هو اللي سرق الدبلة لانه مش عاوز حد يشاركه في جون. بليز ودعت جون بطريقتها الخاصة وقالت له ما هحاول ما تأخرش عليك، ومشت وهو كان بائس يا عيني. ولما دخل لقى الخنزير ده نايم على ظهره واكل الديك الرومي اللي كانوا هيتعشوا بيه، وكمان بيلعب بالدبلة، وخدها منه وهو حزين وقال له انا دايما بكون متأخر، وجارفند بيقول له يا عم افرح انا انقذتك منها، روح رجع الخاتم وهات لنا اكل بتمن واحسن. وجون جات له فكرة انه يروح للندن هو كمان علشان يفاجئ ليز ويفرحها. ومن وقت ما فكر تفكير ده لحد ما راح يركب العربية، جارفند كان بيحاول يتحايل عليه انه يرجع في كلامه، فخرج من المكان بسرعة ومعاه اودي، رجع للعربية بسرعة تاني قبل ما جون كان يخلص اتفاقه مع الموظفة. بعد شوية جون ركب العربية ومشي، وده القصر اللي ليز المفروض هتقول فيه الخطاب بتاعها عن الحيوانات الملكية، وكمان هو نفس القصر اللي القط شبيه جارفند، يبقى الامير بتاعه وصاحبة القصر ماتت وسابت وراها وصية، والمحامين بتوعها بدأوا يقروا الوصية بتاعتها اللي كانت بتقول فيها ان سميث خادم بتاعها يتعين مسؤول عن القلعة، وكل الحيوانات متجمعة برا علشان تعرف يسمعوا الوصية علشان يعرفوا وضعهم هيكون ايه بعد موت المربية بتاعتهم. وبعد كده قالت ان كل املاكها وقلعتها والحدائق المحيطة بيها هتسيبهم لحب حياتها، وده لان اخوها الوريث الوحيد ليها واسمه دراجز فرح جدا وكان هيطير من السعادة لدرجة ان حسيت انه خرج من هدومه. والمحامي كمل الوصية وقال ان هي هتسيب كل املاكها لقطها الامير الثاني عشر، ودراجز اتصدم وفرحته اتبخرت، قال انا باخوها والوريث الوحيد، يا جدعان ازاي تعمل كده؟ وكل الحيوانات فرحت بالخبر السعيد ده. والمحامي كمل الوصية وقال لدراجز هي برضو ما نسيتكش، وقالت انك برضو ما تخرجش من القلعة وتستلم راتبك الاسبوعي زي ما هو 50 باوند. فتعصب كان هيضرب المحامي، فقال له ان بعد عمر طويل للامير لما يموت يعني انت اللي هتورث القلعة والمنصب وكل حاجة. والبط ضرب التحية والكلب وقف وقدم الامير لانه راح لقومه من الحيوانات الملكية علشان يقول لهم اول خطاب بصفته الملك الجديد للقصر. والحيوانات اول ما شافت الامير اللي بقى ملك خلاص قامت انحنت تعظيم سلام ليه، والامير قال لهم اتعهد ان احمي مملكتي بالحكمة والشجاعة، وطول معانا الحاكم بوعدكم بحياة سعيدة والرخاء الدائم. ولما مشي الحيوانات كلها هتفت باسمه، هو 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 اللي مأكلنا هو. والكلب لانه الحارس الشخصي للامير قال له شوف سيادتك انا حاسس ان حياتك معرضة للخطر، ده بعد ما شفت نظرة دراكس ليك. الامير قال له لا 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 مستحيل يعمل معايا اي حاجة لانه بيحبني. واول ما انفصل عن الحارس الشخصي بتاعه دراكس قابله في القصر وقال له ايه رأيك نلعب مع بعض لعبة، وحبسه في شنطة ومشي بيه لحد ما وصل بره القصر ورماه في البحر.
وقال له رحلة طيبة. جون وصل للندن وخد غرفة جنب غرفة ليز، وطلب من الموظف انه يوصل لها رسالة. الموظف ملحقش يخرج من غرفة جون اصلا، وكانت ليز دخلت غرفة جون وطايرة من الفرحة، وكانت فرحانة جدا بالمفاجأة دي وكمان بوجوده. وكان هيطلب منها الزواج، لكنه اتفاجئ بشنطته بتتفتح وأودي خرج منها واتصدم. وبعد كده جارفندو اول ما خرج من الشنطة قال يلا بقى انا عايز المنيو بتاع الاكل وريموت التلفزيون. والغراب الملكي شاف ان دراجز عمله في الامير، وراح بسرعه بلغ الخبر للعرسه الملكيه اللي هي شغاله موظفه البريد في عالم الحيوان. والعرسه راحت بسرعه للحيوانات فقال لهم ان دراجز رمى الامير في النهر. والبغبغان الملكي دخل بسرعه قال لهم طالما الامير اترمى يبقى انا الحاكم بتاعكم، وكان مجهز لفه قوانين كبيره ممكن يتلف بيها، وقال لهم لازم تتبعوا القوانين الجديده. فقالوا له يلا يا دي احمر انت من هنا، ومن الواضح كده ان ما كانش في حد طيب. الكلب قال لهم في احتمال ان الامير يقدر يرجع تاني للقلعة، وفي خلال الامر ده وفي خلال الوقت ده امر فار انه يدخل القصر يراقب دراكس علشان يعرفوا انه هو لسه ويعرف هو ناوي على ايه. وجون وليز قرروا انهم يخرجوا ياخدوا جولة في لندن، لكن وهم خارجين جارفند حاول يروح معاهم، لكن جون منعه وقال له انا اكتفيت من مشاكلك النهارده، انت عندك اكلك وشربك وتلفزيونك ففكك مني خلينا نبسط. وسابه ومشي. وجارفند كان متعصب من اودي لانه غبي لاقصى درجات حدود، وقال له كفايه غباء بقى. وسميث بدا يبحث عن الامير في كل مكان في القصر لكن بدون فايده. ولما فقد الامل سال دراجز انت ما شفتش الامير خالص؟ فقال له بجد بقى البغل البرتقاني ده اختفى؟ لا 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 انا زعلت. وجارفند عايش في ملل ومش حابب قعدة البيت لانه عاوز يخرج والباب مقفول. وفجأة جاله اللي هيحقق له حلمه، وهي موظفة الهاوس كيبنج اللي فتحت الباب علشان تغير المناشف. وجارفند اتسحب من وراها وخرج هو واودي بسرعة. والفاجر القادر خد جولة في لندن واتدلع فيها، وكمان ركب على ظهر الاسد كأنه حمار. وبعد ما هربوا وتفسحوا في عربية كانت هتشيل جارفند، اللي من حسن حظه اللي كان سايق العربية دي يبقى سميث، لأنه اعتقد ان جارفند هو الأمير وفرح لأنه لقاه وخده معاه في العربية. وجارفند كان عايز يهرب من العربية لحد ما شاف ان العربية فيها أكل وهو مفجوع وبتاع بطنه، فقعد وأودي جري وراه على أمل انه ينقذ صاحبه، لكن في الآخر تاه ووقف حزين في جنب. وفجأة الأمير خرج من غرفة الصرف اللي في ظهر أودي، كانت حالته يعني ما يتحسدش عليها خالص. وأودي لما شافه فرح، وفي وقتها جون اتصدم وهو ماشي في الشارع ولقاهم في وشه، فقال لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انتوا لو ضعتوا مني هنا انا مش هلاقيكوا تاني، انا مش هخليكم تبعدوا عن عيني نهائي. ومسك جون الامير على اساس ان هو جارفند وقال له يلا عشان ننضفك. ودراجز اتصل بالمحامين وقال لهم للاسف عندي خبر سيء لان الامير اختفى. والمحامي قال له مش غريبه دي؟ ودراجز قال له غريبه او مش غريبه، مش كده المفروض كل الاملاك هتبقى ملكي؟ المحامي معرفش يقول اي حاجه غير اه. ولما قفل معاه قال لاصحابه في حاجه غلط وانا لازم افهمها. ودراجز قابل دي واسمها بي، والمفروض ان عندها مستثمرين ومستعدين يصرفوا كتير علشان يفتحوا مشاريع كويسة. ودراجز قال لها انا قريب هبقى صاحب القصر وكل الاراضي اللي حواليه، والفارم استخب وبيراقبهم في صمت. ودراجز عرض مشروعه اللي عاوز يعمله في الارض على بي، وهي اعجبت بالمشروع لكن قالت له هتعمل ايه في الجزء بتاع الغاب والحيوانات؟ فقال لها مطبوخة لاني ناوي اطبخهم واقدمهم للضيوف. والفار اتصدم وقال انا لازم احذره بسرعة. وسميث وصل للقصر ومعاه جارفند اللي بعد ما خلص الاكل عمل كده. ولما نزل من العربية اتصدم بالقصر اللي في وشه وقال بقى انا هعيش هنا. وهو اول ما دخل الكلب شافه ففرح جدا وقال له سموك اخيرا رجعت. وجارفند بيقول له انا بيتقال لي سموك؟ والكلب قال له لازم دلوقتي تطمن رعاياك ان انت رجعت. ولما دخل على الحيوانات بدأ يتكلم شبه العبيط وقال كلام ملوش علاقة خالص بالأمير وسابهم ومشي. والحيوانات مستغربة لكن برروا اللي حصل وقالوا ان ممكن يكون الأمير دخل في غيبوبة القطط مرة تانية. والفار بسرعة قال لهم الحقوا دراجز عاوز يهد المزرعة بتاعتنا وناوي كمان يغذي الضيوف بلحمنا. والمهم الحيوانات خافت والكلب قال لهم محدش يخاف احنا في امان طول ما الامير موجود. والارنب قال لهم من الواضح ان البتاع اللي شفناه ده مش الامير. والحيوانات كلها ايدت كلامه. والكلب قال لهم مش مهم يبقى الامير، المهم انه يشبهه محدش هيعرف يفرق بينهم، واهم حاجه دلوقتي اننا نحمي الامير او شبيه الامير باي تمن. وجون نظف الامير وروق عليه وهو بيحكي له عن اسعد يوم في حياته.
والأمير قال له أنت مغفل، أنا مش عايز أسمع القصة دي ولا قصة حياتك، أنا عاوز أرجع للقصر لأن الليل ليل عليا، وكمان محاولة اغتيال حصلت لي. طبعا جون مش فاهم أي حاجة، والأمير بيحاول ونفسه يهرب. جارفند قال للكلب قصة حياته، فالكلب قال له زي ما صاحبك سابك علشان البنت اللي بيحبها، أنت انساه وعيش حياتك دلوقتي لأنك خلاص دلوقتي بقيت فرد من العائلة الملكية. بعد كده شاف غرفته وفرح بيها جدا، وكمان كان فيها مسرح، ولما حب يدخله احتاج يعمل حاجة غير لائقة علشان يدخله. الكلب لما سمعها وشمها قال له ضربة رائعة سموك، عملت نغمة رائعة وجميلة وناعمة، حتى التطبيل وصل لعالم الحيوان. وبعد كده الكلب قال له يلا بقى علشان تشوف المطبخ. وهنا كان جارفند وصل لقمة سعادته، ولما وصلوا الكلب قال له كل ده ملكك من اوله لاخره، وجارفند عينه دمعت من السعاده وقال له انا كده موافق انسى جون وام جون، وفعلا عرف يعيش حياته بالطول والعرض. ودراكس دخل مكتبه وحط صوره الامير قدامه علشان ينشن عليه، مش اكتر. والارنب والبطه شافوا كده فحطوا فخ مكان السهوم، والمعلم ما توصاش وصوته جاب لاخر القصر. والكلب قال لجارفند انت حياتك متعرضه للخطر اي لحظه، وهنا جارفند قال له ما يهمنيش، انا مش عايز التاريخ يفتكرني بالامير الجبان. ودراكس راح للكلب المتوحش في القلعه وملوش ولاء لحد، وشممه المخده بتاعت الامير وسمح له ياكلها كمان، وقال له عاوزك تعمل كده في الامير، وخده ودخل للقصر وسابه ينطلق علشان يخلص على الامير. وروم دخل لغرفه جارفند وعاوز يلمحه بس علشان يمرجحه، لكن لقى الكلب راح له وقال له بلاش تاكل الامير بتاعنا، انا هديلك حاجه احسن منه، وطلب من الخنزير انه يجيب بنطلون دراجز، والخنزير نفذ الطلب في وقتها، ورومن شم البنطلون وكمان كلو. ودراجز وهو واقف عادي خالص في القصر، رومل وقف وراه وبدا يتامل يقرم منين بالظبط، وانا من وجهه نظري هو اختار المكان المناسب وما سابوش الا لما كلو. وليز قالت لجون انا لازم بقى امشي دلوقتي علشان اروح للحفله اللي هتتعمل في القصر، ولما مشت وقع منها مجله القصر مرسوم عليها، واودي اول ما شاف الرسمه راح بسرعه للامير ووراله المجله اللي كان فيها عنوان القصر بالتفصيل، ففرح جدا وودع اودي ونط من الشباك. وجونز شافه لكن بعد ما كان نط خلاص، ونزل وراه علشان يرجعه، والامير هرب ونط فوق مركب علشان تاخده معاه في طريقها. ودراكز قابل بيه تاني علشان يمضي معاها على اوراق تسليم الارض، واضطر انه يسيبها لانه كان عاوز اسميث. ولما راح عشان يدور عليه لقى الحيوانات محتله الفيلا وماشيين على حمام السباحه، وكمان كلوا السفره اللي دراكز كان ناوي يقدمها لبيه. ودراكز اتعصب وقرر انه هيقفش المعزه اللي حظها اسود وكانت قدامه، وعنده حق بصراحه كانت بارده قوي وهي بتاكل قدامه. وبعدين الخنزير جري ووقف قدامه فقلبه على وشه، وسميث وصل وقال له انت متعصب ليه؟ وسميث واقف ومستمتع باللي بيحصل وبدأت أحس إنه مرتب مع الحيوانات. ودراكز لما فاق لبس درع حديد وقف قدام رومل وحطه قدام صورة عملاقة وقال له بص أنا عاوزك تاكله، وكان بيشجعه بكل حماس لحد ما سميث دخل عليهم بالصدفة. ودراكز أول ما شافه قال له أنت شغال معانا بقالك كتير، ودلوقتي أنا شايف إنك لازم تاخد أجازة علشان ترتاح لك يومين تلاتة. وسميث كان فاهمه إن هو بيخلص منه بس شكره ومشي. وجون ما كانش عارف يوصل لجارفند ازاي، واودي شاف جرنان في الزباله فاداه لجون، والجرنان كان فيه صوره الامير الشبيه جارفند، فقال ده جارفند لازم نروح للقصر بسرعه ونرجعه. ليز وصلت مع اعضاء المؤتمر بتاعها للقصر علشان تاخد جوله فيه وتبدا تقول خطابها. جارفند سمع البغبغان وهو بيقول انا مش قادر اتخيل ان القط الغبي ده قدر يقتنع انه من العيله المالكه بجد. والكلب قال له سواء اعتقد او لا فاحنا محتاجين له. البغبغان قال له يا عم ده مهرج مش هينفعنا. وجارفند لما سمع الكلام ده حس بالحزن ومشي في القصر وهو حزين جدا وبائس، وراح يقضي معظم اوقاته لوحده. وسميث لم شنطته علشان يمشي من القصر، وفعلا خرج علشان يروح اجازته. وجارفند افتكر جون وقال انا كنت اناني علشان انسى صاحبي ولازم الاقيه وارجعه. ودراكز قابل اعضاء المؤتمر بتاع ليز، واول ما شافها اعجب بيها ووقف يكلمها، وبالصدفة جارفند شافهم ففرح جدا لدرجة ان عينه طلعت من راسه. بعد كده فهم ان دراكز بيحاول يغري ليز بفلوسه علشان اغراض في دماغه، وقال واتعصب انا مستحيل اسمح لحد انه يتعرف على صديقة صديقي،
وعمل صوت علشان دراكزو يشوفه، ولما شافه هرب، ودراكزو راح بسرعة علشان يقفشه بسرعة، لكن اكتشف ان المحاميين وراه. فتح لهم الباب وقال لهم لحظة واحدة هرمي الزبال، وقفل الباب وسابهم ونزل لأقصى مكان تحت الأرض في القصر، وكان مكان بعيد جدا. ورمى جارفند في سجن وقفل عليه وقال له لما فضالك هرجع علشان أسلخك. والأمير لسه في طريقه وعرف ان لسه بقيله 28 كيلو علشان يوصل بس للقلعة، فتشعبط في عربية علشان توصله بسرعة. وجارفند لسه قاعد بيتعرف على حبسه، فلقى الفار فتح له جزء من الجدار وقال انا جاي هنا علشان انقذك. كمان فتحوا له جزء كبير في الارض، وكان الكلب هو اللي فتحه وقال له يلا علشان اطلعك من هنا، لان المحاميين هنا ولازم نطلعك بسرعة. وجارفند قال له انا سمعتك انت والطير، وقال له انا ماليش دعوة بمخططاتكم، وسابهم ومشي. بس وهو ماشي شاف في حد بيقلده كأنه كان في مراية بالظبط، بس بعد لحظات عرف يقفشه لان في الاخر مش مراية، وان اللي بيقلده طلع الامير وقال له انا عشت يومين مع صاحبك جون، وده اكتر انسان بيحب القطط ولازم ترجع له. الحيوانات كلها فرحت بوجود الامير الحقيقي، وكلهم بيسألوه دراجز ناوي على ايه. بعدين قالوا له هو عايز يهد مزرعتنا، وقال لهم تمام يبقى ننقل لاي مكان تاني. وجارفند رجع لهم وقال له انا عندي ليكم خطة افضل، وهي اننا نطرده هو من المكان. وبدأوا الخطة، وان في قط منهم استدرج رومل بعيد عن القصر علشان القط التاني يعرف يدخل، والقط اللي استدرج رومل عرف يغفله واستدرجه لحد ما وصل للطور اللي الكلب اول ما شافه قلب قطة وهرب. والمحامين قعدوا مع دراجز علشان ينقلوا كل الاملاك ليه بما ان الامير مفقود. ودراجز وهو قاعد شاف الامير رايح جاي من وراه، فاستأذن من المحامين علشان يروح بسرعة ويتخلص منه، وبدأ يبحث عنه في كل مكان. ودراجز بعد ما زهق وتهان وحالته بقت بالبلة، لقى المحامين في وشه وقال لهم انا ما بقاش عندي اي خيار لان القط مش عاوز يموت، ورفع عليهم سلاح وقال لهم هتوقعه على الاوراق سواء في قط او مفيش. فخافوا، ابيه دخلت عليهم وقالت لهم انتوا كان عندكم حق، دراجز مستعد يمتلك العقار باي تمن. ما كانتش تعرف انه موجود، ومن الواضح انها كانت شغالة معاهم من الاول، ما عندهاش مستثمرين زي ما قالت. جون وصل للقصر واودي دخل بسرعة كأنه عارف هو هيعمل ايه، ودراجز اتفاجئ باتنين امراء قاعدين في وشه، فقال لهم مش مهم عايزهم كتير عشان اعرف اقتل الكل. وفجأة اودي دخل عليهم وعضوا من مكان وحش. دراجز رمى السلاح من ايده وجون هو اللي مسكه وهدده بيه، ودراجز كان خايف لحد ما ليز فجأة دخلت عليهم فمسكها وهدد بقتلها لو جون مسابش السلاح. مسابش السلاح، ولما ساب السلاح العرسة وصلت ودخلت له في البنطلون ونططته حوالين نفسه، وجون ضربه بوكس فأغمى عليه. بغبغان شكر جارفند وقال له أنا دايما كنت بحبك، ومن الواضح إن الأمير ما كانش طايق أمه زي جارفند عملوا فيه كده. وسميس رجع وهو معاه الشرطة عشان تقبض على دراجز، وليز لما شافت اتنين جارفند سألت وإحنا هنعرف بتاعنا إزاي، فضرب الكلب ووقتها عرفوا هو مين بالظبط بتاعه. وجون استغل الفرصة حلوة علشان يطلب ايد ليز، لكن برضو ما لقاش الدبلة. المرة دي جارفند راح له بيها، جون طلب ايد ليز وهي وافقت على الجواز. الحيوانات كلها فرحت والكل اتبسط والقطط رقصت، واخيرا الفيلم خلص. واتمنى يكون الفيلم عجب حضراتكم، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك الجميل، ويا سلام.